السلام عليكم. اليوم موجودين في إسطنبول بآيا صوفيا تحديدا لكي ننقل لكم أجواء صبيحة العيد. السلام عليكم، معكم عبدو طالب من تركيا. كطالب جوس رمضان هنا وجوس العيد فينيك تيفي الأجواء مش كيما الجيري، بصح كاين بزاف جاليه عربيه وتحس بالأجواء تاع العيد. كطالب من تركيا نوجه لكم تحية للشعب الجزائري وعيد مبروك لكل الشعب الجزائري وكل عام وانتم بخير. في الحقيقة أجواء العيد هنا خاصة في إسطنبول وفي تركيا عموما ربما ليست مثل ما في الجزائر وفي البلدان العربية، ولكن تبقى مثل هذه المناطق اللي هي مثلا ساحة السلطان أحمد أو آيا صوفيا تخلينا نعيش أجواء العيد. لذلك نأتي كل عام هنا في إسطنبول لكي نعيش هذه الأجواء ولكي نتغافر ولكي نعيش روح الأخوة والتضامن الإسلامي. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات، تعيدوا بالصحة والهنا. بسم الله، السلام عليكم. نقدم تحيتي من هذا المنبر لكاع الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني اللي راه مغبول في هذه الفترة، ونتمنى لهم إن شاء الله الاستقلال القريب والطمأنينة إن شاء الله. ومن حاجة وأخرى نقدم تحياتي لعائلتي ولكاع الأمة المسلمة من هذا اليوم المبارك هنا في تركيا. اليوم الأجواء كانت كثير حلوة، ومادا بينا زعما شغل يكون كاين قدوم هنا لتركيا من بزاف ناس، ومرحبا بكم كاع. وإن شاء الله عيد مبارك لكاع الأمة المسلمة. أسعد الله أوقاتكم من إسطنبول خلف مسجد آيا صوفيا. أحب أن أشكر الجالية الجزائرية كامة والأخوة الجزائريين خاصة على الذين قاموا بالواجب معنا من أول قدومنا إلى إسطنبول، وهم أخوة أعزاء أحب أن أشكرهم جميعا وشكرا لكم. عيدكم سعيد. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. صح، عيدكم كل عام وانتم بخير. 1 2 3 فيفا لالجيري وتحية الجزائر. اليوم نقلنا لكم أجواء إسلامية في آيا صوفيا بإسطنبول. كنت معي أنا أسماء قماس مراسلة قناة الخبر.